خاويكم صراحه بعد البرنامج. وش اللي يشارك يعني؟ وش اللي بتقدمه؟ وش توعد الجمهور؟ يعني توعد الجمهور صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انت الان جاي وقدامك 60 رجال او 59 رجال منهم كلهم. انت 59 رجال كلهم ونعم كلهم موافين، لكن تحدي تحدي والتحدي يا بابا ولا في حبه خشم ولا محنيه. هذا ناموس من اللي بياخذه. فانا اقول ربعك الحين يتابعونك، هلك يتابعونك، وش 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 توعدهم فيه؟ اوعدهم والله بكل علم طيب، اوعدهم والله بالعلوم الغانمه، والله اوعدهم والله يطول العمر بالصوت الزين. صوت زين سمعنا من الحين. شيل بس سعد يلا. وش تبي بس؟ اي شيء الا الغزل والمدح. ما فيه الا الغزل. يلا راح اقول غمض راح غمض. عطوا صدى يا شباب. ابشر انت ما تبي الغزل، لكن فيها اللي يقول الام الاب الخوي. هاي هلا يا رفيقي والله ان حداك اللوم، وانا اللي علي اللوم في ذمتي ذمه، اشيل الحمل منك واحطه علي واقوم مقام يورد ضامي الماء على القمة. ولا يا رفيقي والله إن حداك اللوم، وأنا اللي علي اللوم في ذمتي ذمة، أشيل الحمل منك وأحطه علي وأقوم مقام يورد ضامي الماء على القمة. صح بدنك صح مط والله مبدع. والله مبدع يا الرب ارفع لك العقال بس ما يعني والله ما ابتيك. هذه شهادتي يا طويل العمر افتخر بها والله اللي يقول هنا صاد. والشيخ والله نوعد الجمهور بلفظه ان شاء الله. لفظه شوف باذن الواحد الاحد اللي يرضي الجمهور ويرضي الجميع وبيض الوجه باذن الله. اشوف انا اذكر كنا في برنامج واقعي اسف يعني بعض الشباب كان يقول كذا نفس الكلام، كان يقول والله نوعد الجمهور بالافضل. هو جاء راقد وين الافضل في الاحلام؟ هي ما هي احلام. لازم انت الان المتابع ما هي بعض المتابعين ما يعرفونك، اعطهم كذا شيء يعرفون مواهبك. للامانه انا من الناس اللي قدمت البرنامج انا عندي هدف واحد. للامانه صدق المليون هذه ما فكرت فيها لان الفلوس تجي وتروح. انا همي محبة الجمهور ومحبة الناس. إيه إذا حبوك الجمهور جابوك الملايين. أنا كمشاهد أنا الحين أتابعك ورا الشاشة أعين نعم. فيك أبغى شيء يحببني فيك هذا المود. تشوفه بالقناة إن شاء الله. لا اللي بيه حربي قبل كذا أعطب كذا أحرق على الجمهور يعني. يعني ما عندك هذا الشيء؟ لا في أشياء واجد بس يعني نقسمها الأسبوع الأول الأسبوع الثاني. طيب حنا ما لنا شيء كذا بما أنه يعني ما لنا أي شيء. مثل وش تبي بس؟ اي شيء لو اي شيء. خله من تحت الهواء. تبع علبة موي. موجودة. يلا اسلم. تبي قصص، سوالف، تبي يعني ناخذ ونعطي مع الناس. فهمت علي؟ ايه. مثلا الرجال عنده سالفة. ها. نسولف معه ناخذ ونعطي. قصص يعني. قصص وما قصص. راوي قصص. تقدر تقول يعني. نشيد، شعر. لا والله مالي فيه. مرة. مالي فيه. مرة. نسمع منك، ما في قصة صغيرة كذا نقيمها. والله اني ما حضرت شيء للان. لو تقول في واحد مشى وطاح مشي. لا هذه ما احب اطلع بمظهر كذا قدام الجمهور. لا ما اطلع بشيء كويس ولا ما الله يوفقك. ما اطلع والله. والشيخ يا مرحبا يا ابراهيم. الله يبقيك. حالك الله يطول عمرك. يا مرحبا. الله يرضى عليك. انا يا طويل العمر من اول يوم جيت تصفيات هنا اول يوم جيت قابلت اللجنه ابو معيان وابو سلطان وعلي الغاندي. بعدين قلت يستاهلون. جيت اول يوم قدمت اللي عندي، جيت نوهت عليهم قلت انا ترى اذا جيت هنا ابي مركز وعلمتهم. يا سلام والله العظيم قايل لهم كذا، قلت راني رافع الهقوة فوق، أنا هقوتي فوق وبإذن الله بنخلص التصفيات وبنتأهل مع الثلاثين بإذن الواحد الأحد ويبشرون الجمهور بكل واحد يبي مركز وداخل بارد. شف أبو السير ما يطول من كبره. اصبر تراني أول نص ساعة أنت في تصفيات. أنا أول نص ساعة أنت زي مثلا منتخب يلعب في التصفيات. لا حنا ما عليكم بالخير الأصيل ما تلعق إلا تالي. هو مترزق في ناس سابقينه. صل على النبي. إحنا الحين أول نص ساعة صح؟ إي أنا الحين ممكن أكون معك رسمي. إي لا إحنا ما بكرة فقرة موجودة؟ نوافذ بعلمك. الحلقة هذه ما فيها أي رسمية. حلقة خذ راحتك. صحيح. او فقرة خذ راحتك. انا يعني ابعد الرسمية. ما ابي رسمية، ما ابي رسمية، كلهم اخواني يلا اسلم. لكن جيت هنا نشيد
ولا قصيد؟ عندي قصيدة يا طويل العمر. أسلم. كتبتها أول ما خلصت التصفيات. إيه يا سلام. يقول يا سلام الله عليكم سلامي. الله. يا سلام الله عليكم سلامي، جيت للواقع وعندي مهمة. مهمة. جيت وأفعالي تسابق كلامي. يا سلام. جيت وأفعالي تسابق كلامي وأبشروا بمعتلي كل قمة. والله نعم. وأبشروا بسعدك إن شاء الله في المركز بإذن الله. أنا الحين أفكر في المستقبل بإذن الله، وأنا داخل يا طويل العمر بإذن الواحد لحد إني بحصل مركز، وبعد أخوياي كلهم فيهم العلوم الطيبة إن شاء الله. ترى المتابع يعني أنا يهمني الاسم، ترى اللي جذبني اسم ناموس، عاد ناموس عند الرياجيل. خلاص أنا إذا هقوتك إن شاء الله فوق، بس أنا بإذن الواحد نقول إن شاء الله يعني أنت بإذن الله. ما شفت اللي دخلوا قبل؟ شفتهم كلهم فيهم الخير والبركة. أي والله تدري في متسابق معكم عمره 40 سنة؟ وين؟ معكم عمره كم؟ 40. الله يوفقه يا رب. ها إيش فيك خفت؟ ما أدري 40 سنة متسابق كبير. احنا سمعنا أقوى أكبر واحد بالعمر عمره 30. لا لا عندنا متسابق من هو ذا؟ يجيك بتشوفنا اليوم إن شاء الله. أتوقع أن العمالي لا 40 سابق مبدع رجل يعني شرواكم شرواكم منه عمر 40 سنة. يعني تتكلم أنت لما تقول أنا والله عندي وبقدم ترى قدامك رايجين تنطح رايجين. أكيد أنا بنطح لي يا طويل العمر أخويا. شفت يا طويل العمر أنت يا طويل العمر لا نطعت أخوياك يكفي يا طويل العمر إنك عرفتهم كلهم. هذه الحالة معرفة وناموس. وين راح المركز؟ بعلمك. أنا يا طويل العمر جيت هنا يكفيني يا طويل العمر إن كاني ما خذيت مركز بإذن الواحد الأحد والتوفيق عند الله. أنا يكفيني يا طويل العمر أخوة النشامة هذولي كلهم يشهد الله. والله كذا إنك غلطان بحق نفسك. ليه؟ والله إنك غلطان بحق نفسك. الحين قبل شوي شوف أنا بعلمك أنا ما قصر في حقوقك. ما قصر في حقوقهم. أقول لك شيء. لبيك. لبيت حاج. الرجال دخل وقال أنا هقوتي مراكز بإذن الله. تبلع عطوه اللي قدامك وشو لا يقول أهم شيء إني سلمت عليكم. خلي الهقوة هي الهقوة. أكيد الهقوة هي الهقوة بس أخويا يقصر في حقوقهم. تغير الكلام. لا ما أنا مقصر في حقوقهم، ما أنا بداخل برنامج أنا مقصر في حقوقهم. الله يوفق. وياك جعلني يشرح صدرك. اللهم آمين. يجعل ودي أقول ما في أول يجمعهم كلهم على طول. يا ليت. الأول كله. يا ليت والله الود ودي لكن الناموس الواحد. الله يوفقكم جميعا. ممكن تقول في واحد عمره 40 كبير. إيه. أبعلمك بنقطة أساسية وهي العمر مجرد رقم. صحيح. مهما كانت الأمور. أنت فلاح شلونك؟ إي والله لا تغير. إي يا سلام عليكم. خلهم يستانسون عمرهم كبار. أنا أشوف الهدوء هذا اللي يسبق العاصفة أعرفه. مرحبا. أعرفه يا عتيبي. أول شيء مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. يا مرحبا. مسي على السادة من خلف الشاشات. مشاهدين، جمهور، طاقم إعداد، مخرج، مقدم هذا ضبط قدير. أموره توب هذا مقدم قدير مثل أبو راشد. الله يرفع قدرك. أولاً أنا وزملائي إن شاء الله أن نكون خير مثال للشاب المسلم المواطن السعودي الشاب السعودي. نتنافس ويكفينا شرف المنافسة منافسة شريفة على عز ومعزة. ومن حصل الأول يستاهله، ومن ما حصل الأول يكفيه شرف المشاركة. هذا أولاً. اثنين أقول السلام نوماس في الواقع وفي البث نوماس، وأنا سليل أمجاد والمجد قدي، ومن البداية يفرق العزم والباس، وأنا كاريزماوي نويت التحدي. الله الله صح الله لسانك. هذا شوف هذا التصريح القوي، هذا التصريح اللي ما بعده تصريح. طيب حنا قبل ما نبدا يعني ندردش معكم، احنا هذا ترى كله حلا، باقي بندخل ان شاء الله في نقاشات حلوه باذن الله. عندنا شيء اسمه وقف. الوقف هذا يرعى ايتام. الوقف